موضوع استقالة وزير التموين بعد طبعا الجناح اللي كان قاعد في الفندق ب7 مليون في السنة مش هيفرق قوي، لأن احنا هنغير وزير، احنا محتاجين بصراحة نغير المنظومة كلها. وبرضو موضوع الفندق ده هو عبارة عن واجهة لحاجات تانية حصلت طبعا جوه الوزارة. يعني يستقيل او ما يستقلش مش فارقه، هي كده البلد كده كده خربانه خربانه يعني، فمش مشكله. والله يعني انا سمعت ان استقال بسبب ان هو ساكن في فندق، والفندق حتى اللي ساكن فيه ده فندق 3 نجوم مش 5 نجوم، اللي هو شهر زاد اللي عند على البحر ده، اللي جنب البالون، اللي جنب المركز البريطاني. فان كان هو من جيبه الخاص ما مكلفش خزنة الدولة حاجة خلاص. وبعدين انا على ما اسمع ان هو مش من مصر، ده من اسكندرية، فيسكن مكان ما يسكن. والله في أشياء كتيرة الرأي العام لم يطلع عليها ولم نطلع عليها وراء هذه الاستقالة، وده بيدعونا جميعا إلى أن احنا نعمل على إرساء قواعد للشفافية وللعمل للصالح العام وليس للمصالح الشخصية. أنا مش موافق حضرتك من استقالة وزير التموين، ممكن يكون بيدخل دعم للبلد من جهة السياحة أو بيستقبل جروبات أو حاجة، فلازم إن هو الواحد يكون على دراية بيه. أنا اللي أعرفه عن وزير التموين إن الراجل ده اللي هو معالي الوزير خالد حنفي نهض بالتموين نهضة جميلة، أولها منظومة الخبز، تمام؟ فدي حاجة هو يشكر عليها، أسسها ووفرت كتير للمواطن. أنا موافق إن الراجل انسحب بكرامة، دي حاجة هو يشكر عليها، وهو يشكر على اللي هو عمله.